السلام عليكم. حقيقة أنا كنت جالسة في القاعة قبل ما تدخل الجلسة، قبل ما تدخل الهيئة، كانت تستنى الهيئة المعهودة اللي كنعرف، فإذا بيا كنشوف وجوه جديدة الله يدخلهم باقي مساعد على طلب فرد التامي. وقالي واحد شوية ديال ارتباك، شنو غنقول شنو غيقولوا ليا ما عرفتش. فإذا بيا منين داو الاسم على رقم الملف، امتثلت امامهم وتكلم معايا السيد رئيس مباشره، قال لي راه عارفه بلي المحامون عندهم ظروف ديال الاضراب، وعارفه بلي حنا رحنا هيئه جديده، راه ضروري خاصنا نبداو الملف من جديد ونناقشوه من جديد. يعني دابا راه الهيئه تتوتلت كامله، يعني غادي ياخذ مسار اخر، يعني نقول بسم الله. صافي ما عندي ما نقول. والجلسات اجلت اليوم 16/12 في هذا الشهر. هذا هو الحوار اللي دار بيني وبين السيد الرئيس امامي. كنعرفوا بان هذه الهيئه ماشي هي اول هيئه كتبدل، يعني في القضيه ديالك مروا ثلاثه الهيئات، واش كان في كل مره يعني كتبدل الهيئه، يعني كيتم مناقشه الموضوع من جديد؟ هذا سؤال تنطرحه على راسي انا، تنقول كيفاش هذه القضيه، زعما شنو هو الوزن هذه القضيه هذه، لدرجه انه الهيئة الأولى ما بتتش في النهاية ديال القضية، والهيئة الثانية كذلك ومثال. دابا غنشوفوا الهيئة الثالثة، هذا الهيئات الثلاثة، يعني ما كيزيد إلا أنا كنشك على أن القضية أصعب مما هو عليه. القضية فيها كيف كنت نقول لكم في الأول، فيها أيادي كبار، مسؤولين كبار، وكيتم هاد المراوغات بهذا الشكل، ولا هاد التماطل بهذا الشكل لغايتين في نفس يعقوب، لا اقل ولا اكثر. مشيتي للقبر 440؟ نعم. ما لقيتيش عاوتاني؟ مؤخرا مشيت للقبر انا والسيده المحاميه، مشينا باش حيت قالوا لنا الصفه ما الصفه، واخا انا هاد الصفه راه ما كتدخليش في دماغي، باسكو الصفه انا عطاها لسيدي ربي الصفه، يعني راني ام ما كنقلبش على شي متشرد ولا شي واحد دايز في الزنقه، ولا انا كنقلب على كبدتي اللي من صلبي، لان 15 عام وانا كنقلب عليها، ودابا عاد يقولوا لي الصفه. 15 عام وانا كياخذوا الاقوال ديالي، 15 عام وانا كيتصنتوا ليا، ودابا باش يتصنتوا ليا خصني الصفه. انا هذه كتجيني بحال قضيه الهيئه الاولى والثانيه والثالثه، والله يستر من الرابعه والخامسه والعشره. اذا هذه كلها غير تماطلات، ما فهمتش فين باغيين يوصلوا، انا ما عرفتش فين باغيين يوصلوا. استاذه حياتي، تبدلت الهيئه، غيتم مناقشه الموضوع من جديد، كيفاش كتشوفي الامور؟ وانا كنتامل دائما خير، دائما كنتامل خير، مادمت انا متشبته بالقدره الالهيه كنتامل خير، لان الروح عزيزه عند الله، وما غاديش تمشي هباء منثورا هاد المساله هادي، ولا الاطراف المتهمه غادي تمر الكرام غادي يتحكموا بحكم زعما، او ضروري غادي يبحثوا في القضيه باش يكون الحكم نزيه. طيب استاذه لاله حياتي، الملف يعني في جميع الادله، في جميع الوثائق، يعني هذه الهيئه الجديده يعني الملف عندها جاهز، ما غاديش يعني تاخذ واحد الوقت كثير باش تبحث وهي في الحقيقه كان زعما ما بقاوش يقولوا لي الصفه ما الصفه الى اخره، كون دليت بشي حوايج، عندي دلائل، مازال في الحقيقه مازال ما يدار ومازال ما يتقاد. كنتي اليوم باغا تقولي شي حاجه في الجلسه ديال الحياه؟ وانا اليوم كنت عرفت بلي اضراب بنزين مازال مستمر، ولكن في الجلسات المقبله عندي ما يتقال ان شاء الله باذن السميع العليم، عندي ما هو مفيد في الجلسه. من المستفيد من تمطيط هذه القضيه او تطويل هذه القضيه؟ الناس اللي شكون المستفيد هو الناس اللي غصبوها من النهار الاول، الناس اللي دفنوها من النهار الاول، الناس اللي حفظوها وعاد خرجت من الحفظ، الناس اللي حفظوها في 2007 في ذاك الوقت، لان كيستنطقوني انا وراجلي، وحنا ولدنا راه كيتفصل، راه كيتشرح، راه محروق، راه مستأصل الاعضاء، راه كذا وكذا وكذا الى اخره. داكشي غادي يبان ان شاء الله مع المده. هذا الهيئه حياتي شنو تقولي لها باش تكون تاخذ لك حقك في هذا الملف؟ هذه الهيئه كنتمنى من الله تعالى انها بحال الهيئات الاخرين، حتى هما داروا خدمتهم، شوف الظروف علاش تبدلت الهيئه. كنتمنى باش تاخذ القضيه بنزاهه، وكنتمنى باش تسرع، لان وصلت السيل والذوبه.
ولكن بقى الحمد لله يعني شاده في الصبر، وخصوصا كتقولي انا لو سوتيان مورال ديال المغاربه كاملين، يعني كيما كيزيدك الا قوه. شنو تبغي تقول اليوم؟ اكيد اكيد حقيقه راني شوف بعض المرات كتجي واحد الوشواشه في ودني، حياه مباركه عليك، حياه نسى، حياه هادشي راه هادشي ما غتقدش عليه، البحر كبير. وكتجي عاوتاني واحد الهمزه اخرى كتقول لي لا البحر ماشي كبير، كاين ما كبر منه، الحياه كاين ما كبر منه. من 2007 وانت كتعيشي عذابات نفسيه، شنو بغيتي تقولي لهاد الهيئه الجديده اللي تنصبت اليوم؟ نقول لها تراعي الامومه ديالي، ونقول لها تحسبني زعما مواطنه، والابن ديالي المرحوم تامي بنني حتى هو مواطن، وحقي في المواطنه، وحقي انني نطالب الدوله كونها غادي نبقاو نتخبطوا في الجثه فين كاينه القبر ماشي هو، باش نرجعوا زعما لشي حاجه اللي ما كايناش. لا لا، الجثه خاصها تحضر والقبر خاصو يحضر، والا غتحضر الحقيقه، والا غيحضر التلاعب، يا اما الجثه يا اما غادي يحضر التلاعب. واحد الكلام قلتي ما بغيناش نمروا عليه. نعم. قطعوه، فصلوه، حيدوا لي الاعضاء، حرقوه. نعم. واش عندك تفاصيل ديال هذا الشيء؟ نعم نعم، من الملف انا ما جبتوش من فراغ، انا ما كنتش دازه الزنقه وهزيت كواغط من الزنقه. نو، من الملف وتحت تاشيرات ديال الناس والجسم القضائي. لا سيما السيد قاضي التحقيق راه اللي كيتم الطعن في الانابه ديالو، او كيتم الطعن في التحقيق ديالو، راه ما يمكنش قاضي 3 سنين او عامين ونص هو خدام وتجي دابا تقول له الطعن، علاش؟ باش حنا نتملصوا من قضيه القاضي، الوغ القتل هو اللي كاين. سيدة حياة، يعني كتحسي براسك انك واقيلا تقهرتي بهذا الملف، عييتي؟ ايوا ضروري غادي نتقهر، انما ربي معايا والمغاربه كذلك ومثال راه منهم. قلت لك انا المغاربه راه هما الشحنه ديالي حقيقه، وجنود الخفاء اللي وجنود العلن، الخفاء والعلن اللي باينين واللي ما باينينش، الله يجازيهم بخير يرحمهم الوالدين. شكرا، نتمنى ان هذا الملف نتمنى ان شاء الله عندك شكر النهايه ديالو، تعرف الحقيقه، تخرجي شهاده الوفاه. نعم. شي الله يديرك تسول ديال الخير. نتمنوا ان هذه الهيئه الجديده تاخذ هذه المعاناه ديالك بعين الاعتبار. كلمه للسيد القاضي، يا سيدي القاضي ارحم هذه الام بعد ما تغصبت في امومتها 15 عام. كفى كفى كفى. يصبرك على الحياة. الله يوفقك. اكيد تخبرتي مع المحاميه ديالك، شنو كتقول المحاميه في هذا الشان؟ هذا محاميه معايا على قدم وساق باذن السميع العليم، قدامه معايا وراها دابا ما جاتش، لان معلوم راه عندها كاين اضراب، وكاين عندها منعوها من الحديث عبر الصحافه، ولا من الحديث بالخصوص تامي بناني حسب ما تقول، انها عندها قالوا لها ما تكلميش في ملف تامي بناني. عاد من بعد جا داك الالغاء ديال جميع المحامون، كانت غير المحامون ديال الدار البيضاء، فاذا ولات المحامون على صعيد المغرب. الله اعلم بهذا. الله يديرك تسول. الله يديرك تسول. نتمنى ان شاء الله يكون خير.